التي رافقتها أنت الآن هي بناء على قرار أيضا القوة في أم الفحم، وقد دعونا للإضراب باسم لجنة المتابعة. أنا أتوجه لأهالي أم الفحم وأهالي اللجون تحديدا وأهالي وادي عارة ولكل شعبنا أن يضربوا غدا إضراب عام وشامل في المدارس، التجار، العمال، كافة المرافق، الطلاب على رأس كل ذلك. نحن ندعوهم جميعا للتوافد منذ الساعة الواحدة ستبدأ الباصات في مفرق الميدان المحاجني بنقل الطلاب وكل من يريد وليس لديه سيارة. هناك سفر منظم في أم الفحم، ندعوهم جميعا ابتداء الساعة الواحدة التوافد إلى قرية اللجون. الساعة 2 سيبدأ التجمع بشكل رسمي في اللجون، وسنبدأ أكبر عملية تثقيف وفعاليات وإحياء لذكرى النكبة. نحن سنبني قرية اللجون من جديد وبشكل رمزي لنقول لأهلنا أن اللجون هي لنا، نحن متمسكون بها وسوف نعود إليها مهما طال ليل الاحتلال. أنا أتوجه لكل شعبنا أن يضرب غدا إحياء لهذه الذكرى، وكي نبدأ مشوارا موحدا كل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده من أجل عودة اللاجئين وإلى بيوتهم وديارهم. فحق العودة هو حق مقدس غير قابل للتصرف، هذا حق فردي وجماعي للفلسطينيين، نحن متمسكون به، ولا توجد قضية فلسطينية بدون حق العودة. فغدا يوم موحد لكل الشعب الفلسطيني، شعبنا كله مضرب في الضفة والقطاع وال48 والشتات. فأنا أناشدكم جميعا أن تأتوا بجماهيركم كي نقول لحكام إسرائيل هاي الأرض إلنا، إحنا بنحبها وإحنا راجعين إلها مهما طال الزمن. أبناء عبد الهادي مسؤول مجلس الشعبية في مدينة أم الفحم، يا ريت تحدثنا عن الإضراب غدا. إحنا طبعا نعمل اليوم على تحضير وتهيئة الأجواء لإنجاح الإضراب غدا. كنا تفاؤل وأمل إنه أم الفحم ستستجيب لطلب ونداء لجنة المتابعة، والجماهير مستعدة، هناك كثير من الناس اللي بأيدوا بيدعموا الإضراب. نأمل أنه غدا يكون إضراب عام وشامل في المؤسسات العامة والمدارس والبلدية والقطاع التجاري وفي جميع أنحاء المدينة وفي الوسط العربي. شكرا لكم عدنان عبد الهادي مسؤول مجلس الشعبية.